السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في لايف جديد معنا. احنا الان كنتواجدوا ما غاديش نقول احد المنازل وما غاديش نقول حتى براكة، هي عشة كتعيش فيها عائلة كتكون من عدة افراد، ما عندهم لا ماء لا ضوء لا مرحاض، كيعيشوا في الظلمة. انا دابا مشعله غير الطورش ديالي ديال الخدمة باش نقدر ندير لكم الضوء باش تشوفوا الحاله ديالهم. انا غادي ندخل دابا لعندهم ونخلي الام السعديه هي اللي تحكي لكم القصه ديالها وكيفاش عاشوا في هذه البراكه لمده طويله، يعني هما من عقلوا على رؤوسهم وهما في هذه العشه هذه. اجيو معنا نشوفوا القصه ديال هاد الناس وخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله، ما عندهمش الباب وما عندهم خاميه، ما عندهمش الباب، يعني لولا الحومه والجيران كيعرفوهم فممكن يتعرضوا لشحال من حاجه. السلام عليكم سعديه، كي دايره؟ لاباس عليك. هذه سعديه وهذا الابن ديالها، الابن ديالها كيعاني من مرض لحد الان ما عارفش شنو هو، ما دارش تشخيص، ما مشاش عند الطبيب، الظروف ديالو ما كتسمحش انه يمشي للطبيب، ما كتسمحش للام انها تدي الدري للطبيب. هنا فين كيعيشوا؟ هذه هي العشه اللي كيعيشوا فيها بالقصدير كيف ما كتشوفوا. سعديه السلام عليكم. سعديه انت دابا مباشره مع الناس، مباشره مع المحسنين، مع الناس الخير، الناس اللي كيعاونوا، شنو تبغي تقولي لهم؟ عاودي لهم اولا القصه ديالك. اولا الدري خاصو يتعالج، فتنديو ما هادشي هادشي. كملي لي اسمح لي اخويا، انا في اللايف انا كنتكلم مع الناس. شوفي السعديه ركزي معايا، عاودي لي اشنو قصه هاد العشه. هادي بقعه ارضيه ديالكم ديال باك قلتي لي. شريك مات وبا مات، بقيتو نتوما من وارث لوارث، نتوما كنتو معولين على الشريك غيبني ليكم، ما بناش ليكم، انت ما عندكش باش تبني انت وخواتاتك، نتوما غا عيالات، عندك خوك كيعاني من مرض عقلي ياك؟ واخا، أي خليه، مني ما عندكمش باش تبنيو هاد البقعة بنيتو عشة. بنينا بحمك هيا وبقينا. شحال من عام نتوما ساكن في هاد العشة؟ راه مدة طويلة، راه 25 عام تقريبا؟ حلو. وانتوما في هاد العشاء عايشين في الظلام، ما عندكم لا ما لا ما لا ضو، نضو مع هادو اللي هنا وقطعوا علينا، يعني لا ما لا ضو لا مرحاد. لا دابا انتوما انا دخلت لقيتكم جالسين في الظلمه، كتفطروا في الظلمه، كلشي في الظلمه. كنديروا الشمعه، كتشعلوا الشمعه، كنشعلوا الشمعه نضو بها بعد ما كنديروا البرق. عايشين في هاد الحاله. شحال اش من بلاصه كاين هاد العشاء؟ اش من حي هذا؟ هذا مسيرة، حي المسيرة ثلاثة، مسيرة ثلاثة شارع اوه. واخ إذا مشاهدينا السعدية، أنا عرفتها ما عرفتش عاود لكم القصة مزيان، أنا حاولت نقول لكم حيت أنا من قبيلة وأنا باركة معاه باش نفهم القصة، أنا حاولت نوضح لكم القصة ديالها أن هاد الأرض راها ديالهم، ديال الأب ديالها، بقاو من وارث لوارث ما تبناتش. هما ما عندهمش باش يبنيوها، هي تا هي عندها الابناء ديالها لكن ما عندهاش الزوج، هي بوحدها هي وليداتها والاخوان ديالها، ما لقاوش باش يبنيو، داروا عشه ما فيها لا ما لا ضو. الابن ديالها مريض، بغيتي تخرج عثمان؟ بغيتي تخرج؟ ها الابن ديالها مشاهدينا محتاج للمساعده، محتاج لشي طبيب يشوف، ما عارفش شنو المرض اللي عنده. الام حتى هي ما عارفاش، يمكن تعطل شي حاجه. غنخلي معايا شنو سميتك اخويا؟ معايا محمد، هو الجار ديالهم. جلس اخويا محمد، غيحاول يقربنا من القصه ديال الدري ومناش كيعني. السلام عليكم محمد، انت من الناس ديال الحي. واخا شنو القصه ديال هاد الناس اخويا؟ الناس شنا تاكل معاهم 25 عام دابا، هاد المراه اختي راه كما كتشوفي واخا بحال ما كنت كنشير بحال مريضه شويه، فهمتي؟ اها. والدري هذا اختي ما ولاش عاطى مسكين المخدرات، هما اللي وصلوا لهاد الحاله. شي دراري؟ اها. عاطى مسكين المخدرات؟ اها. السيمانه الاولى في رمضان كان بخير، السيمانه الثانيه اختي اكتشفنا فيه مسكين. واخا نعطيو شي رقم للمشاهدين فاش يتواصلوا مع هاد الناس، عطينا رقم الهاتف. 06 84 33
48. واخا غنكتبوا لهم في لي كومونتير باش اللي بغى يتصل بالناس اللي بغى يعاونهم، محتاجين المساعده ديالكم قليله ولا كثيره فهم محتاجين ليها. عايشين بلا ما بلا ضو، حنا في سنه 2020 والناس عايشين بلا ما بلا ضو، ما عندهمش المرحاض. صفر ست اخويا 84 89 39 39 39 40 68 68 صفر ستة 84 39 40 68. هذا هو الرقم، هذا هو الرقم اللي بغى يتواصل مع السعودية واللي بغى يعرف القصة ديال السعودية، هذا هو الرقم فاش يتواصل معاها. محتاجين المساعدة ديالكم قليلة ولا كثيرة محتاجين ليها، خاصهم الماء، خاصهم الضوء، خاصهم هاد واخا غير الترما غير الضالة ياك، ويتقادوا غير بيوتا وهكا بعدا يعيشوا عيشة محترمة. واخا خويا كمل لي القصة ديال الوليد. كان مرض مسكين السمانة الثانية في رمضان وقفنا ما احنا الجيران ولا الدرب وهادي، يعني عاد مرض هو مؤخرا، عاد مرض الله مرض غير مؤخرا. ولا مسكين كيدخل ويخرج في الهضرة مسكين كتما غادي كيجري كيبدي كيما فهمنا فيه والو حنا، فهمتي؟ جمعنا علينا الدرب ولا الدرب شي بركة وقلنا ندو ان شاء الله للسبيطار غدا وهادي، فهمتي؟ يلا غتديو. فهذا نداء للناس اللي بغاو تاهما يتعاونوا معاكم، عثمان غدا الاثنين ان شاء الله راه الناس ديال الحي باغيين يديوه للسبيطار، لكن تاهما على قدهم يعني شحال قدهم يعاونوا، فكنتمناو الجهود تكتف واتصلوا به، اتصلوا بعثمان، عثمان يعني خاصو يداوى، هذا اهم حاجه قبل من ان يدخل الماء والضو، هذا انسان هو الاول. فالسعوديه نقدروا ندخلوا نشوفوا لداخل، دخلي معنا واخا دخلي ورينا الا بغاو العائله ديالك. السلام عليكم. كما كتشوفوا هانتوما ها هي الشميعه، هذه هي اللي كتشعلوا في قيطه ديال الفطور. انت الاخت ديال السعوديه، شنو الاسم ديالك؟ زينب. سميتك زينب. زينب كتعاني وفي هذه العشه بغيتو الضو بغيتو الماء؟ مريضه والله ولات دابا شويه ما كتجز كاع تنوض مسكينه مريضه. الله يشافيها، عيتوا بهذه العيشه بغيتو المساعده. هذه هي مريضه، هي الاخت ديالك حتى هي. سلام، شنو سميتك؟ هذه فاطمه. سميتها فاطمه. فاطمه كضحك تبارك الله، خليها. هذا الاخ ديالها فهما عائله هنا فين كيعيشوا، هذا هو الفطور ديالهم وهو باقي هنا. الله يجازيكم بالخير، عائله محتاجه للمساعده، ناس ما قادرينش يخدموا كيف ما كتشوفوا الحاله ديالهم، الوليد مريض ما عندهمش، يعني تا انك تعيش في الظلمه راه مرض اخر، انك تعيش في الظلام راه مرض. فكنتمناو تتصلوا بالرقم اللي عطيناكم، ذكرنا اخويا بالرقم 06 84 89 39 40 68. راه عندكم في كتبتوا لكم في لي كومونتير، الله يجازيكم بالخير، عائله محتاجه للمساعده، محتاجه لكم. السعوديه هي اللي واقفه على هادشي، كتبان لي هي اللي كتقاوم شويه، فكنتمناو انكم تتصلوا بالسعوديه تعاونوها، الرقم راه عندكم. معمركم ما بخلتوا علينا في الحقيقه، كيف ما كتشوفوا راه ما عندهمش الطواليت. ها نتوما ناس الخير، هادشي فاش خاصهم يتدخلوا. تبارك الله راه كتعاونونا ومعمركم ما بخلتوا علينا، كتتصلوا بالناس دائما، كيعيطوا لينا وكيشكرونا لانكم كتتصلوا بهم وكتعاونوهم. السعوديه من الناس اللي محتاجه للمساعده ومحتاجه لها في وقت زعما اني زعما صعيب صعيب تعيش في الظلمه وبلا مرحاض، يعني الدور اهم حاجه هو الماء والمرحاض، راه هادو ما عندهمش، هادو ثلاثه الحوايج مهمين في الحياه ما عندهمش. الابن ديالها مريض محتاج المساعده الطبيه، ما عارفينش شنو، واش تعاطى شي مخدر ولا شي حاجه. يخلي على راحته يخلي، بغيتي تخرج عثمان؟ خرجوا معاه برا، خرجوا برا. خويا وجه النداء ديالك بما انك انت اللي من الناس ديال الحومه، انت اللي عاودتي لينا شويه على القصه، شنو تبغي تقول للمحسنين اللي انت واحد منهم في الحقيقه لانك كتعاونهم؟ اللي كنطالبوا اختي من المحسنين ومجالات الملك يقوم مع هاد الناس مساكن، واخا فهمتي غير يقاد لهم غير هادشي واحد شويه
فهمتي؟ يسولوا انتم واحد الطواليط حتى هما فهمتيني، والماء والضو، وداك الدري مسكين حتى هو بغى يدو، مسكين حتى هو السبيطار كان كيلعب الكره كان دير رزوان، ماشي شي واحد اللي خايب، داكشي علاش كنوقفنا معاه فهمتي؟ سبيل الله، واش اللي بغينا من محسنين هنا اختي، واش اللي كاين اختي؟ ان شاء الله يكون خير، وكنتمناو محسنين حاليا غيتصلوا، مره ديما تيتصلوا بنا في لي لايف، ان شاء الله يتصلوا ويعاونوا السعوديه، وانت غتبقى الهاتف اللي عطيتي ديالك، الرقم راه ديال الجار، فهو اللي غيوصلكم حتى لعند السعوديه، جي وشوفوا الحاله ديالها، شوفوها فين عايشه، وكنتمنى انكم تساعدوها. شكرا بزاف للمتابعه ديالكم، شكرا لك محمد على التوضيح ديالك والوقفه ديالك معنا. السعوديه شكرا لك، السعوديه شكرا لك، وان شاء الله الناس غيعاونوك. اجي قولي كلمه للمحسنين، قولي كلمه للمحسنين، شنو بغيتي منهم؟ خليها ريحه، خليها مع الدراري السعوديه، ما تخافيش عليه. شي كلمه للمحسنين، انتم يعاونونا الله يربي يعاونهم ويتساعدوا معنا الا كان شي حاجه هما كيشوفوا الحال، يعني اللي بغى يشوف الحاله يجي حتى لعندك ياك السعوديه، يجيو حتى لعندك ويشوفوا الحاله ديالك، تي محتاجه ليهم، محتاجه ليهم. السعوديه وجهات النداء ديالها ليكم، ما تبخلوش عليها، السعوديه كتسناكم تعاونوها وتصلوا بها، الله يجازيكم بالخير. شكرا على المتابعه، ونتمنوا انكم تصلوا بها وتعاونوها، شكرا لكم.